الحمد لله شرفنا الله سبحانه وتعالى برفع أول أذان في جامع الجزائر على الطابع الجزائري الأندلسي لتكون إن شاء الله سنة حميدة فترتفع مختلف الأذانات بمختلف الطبوع الجزائرية وحتى المشرقية كذلك الجميلة من هذا الجامع الأعظم المبارك إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله منارة جامعة للعالم الإسلامي.